السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجميل أن بلدنا الغني في المملكة العربية السعودية يحوي جميع التنوعات التضاريسية بمختلف أشكالها وألوانها وارتفاعاتها وبيئاتها وطبيعتها. المكان هذا يحوي عدد هائل جدا من النباتات اللي سبق صورتها كلها، وفوق هذا كله الشلالات والمياه العذبة كما هي جميل. اللي كان يظن بلدنا الصحراوي هذا ما فيها انهار، اليوم يغير النظرة. ما شاء الله تبارك الله، أجواء ولا أجمل مع هالشلال اللي هناك. وإن شاء الله عنا نوصل له الآن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كم هذا جميل، ما شاء الله. هالشلال في أحضان السودة في جبال عسير. أخوكم سعيد السهيمي.